إذن السادسة، أحياناً إحنا بدنا نعمل برمجة للإنبوت والأوتبوت programmable. Inputs and outputs. Programmable inputs وoutputs يعني أنا في بعض inputs أنا بدي أعملها برمجة أبرمجها بحيث أنها تصير تعطيني فكرة معينة أو إشارة معينة. هلا رح تلاقي أنت إنه الـ VF drive زي الـ PLC بيشبه إلى حد كبير فكرة الـ PLC. في عندي بكون في general purpose inputs وoutputs. يعني يمكن تلاقي في الـ variable frequency drives مثلا 1 2 3 4 5 هذول بكون حاططهم general purpose inputs. هاي هون هذه عندي IO وخلينا نسميهم هذول بكونوا digital لليوزر. لليوزر تمام. اليوزر بقرر انه بده يدخل معلومات معينه وعلى اساسها هي يبرمجها شو تعمل. يعني مثلا نفترض على سبيل المثال تمام من البي ال سي او من كبسات انت بتكون برمجتها. هاي مفيده جدا. واحيانا بكون عندي كمان انالوج، ممكن يكون عندي كمان تنين انالوج. هذا كله بكون موجود في التنين انالوج. شوف الانالوج، الانالوج ممكن يكون مثلا الفورمات تبعه، ايش الفورمات تبعت الانالوج انبوتس اوتبوتس بتعرفوه؟ 4 الى 20 ملي امبير تمام؟ 0 ل 10 فولت تمام. اذا هدول الستاندردز العالميه بشكل عام، الانالوج انبوتس اوتبوتس فيهم ستاندرد. ممكن يكون 4 ل 20 ملي امبير او 0 ل 10 فولت. خلينا نفترض انه كان هذا 0 ل 10 فولت، انت بامكانك الان تقرر انه انت بدك تحرك سرعه الجهاز بايدك. فشو بتعمل؟ بتجيب بوتنشوميتر بتحط هون 10 فولت وهون بتحط هون بصير احط بوتنشوميتر عشان اخذ فيربل فولتج لانه هي سيجنال بس مش باور بدي اخذ منها. وهون وهذا انت بوتنشوميتر انت بتصير تغيره بايدك تحركه وهذا بتدخله على في 9 مثلا او انبوت 9 وانبوت 9 بيجي بيدخل عندك هون وهون. طبعا رح يكون في عندي مثلا جراوند بالنسبه للجراوند هذا اللي من هون فبتدخل في او انبوت 9 هون. هذا بيمثل السرعه اللي انت بدك اياها بدك السيستم يمشي عليها. فبصير انت تغير و10 مثلا فولت بتناسب مع 50 هرتز و0 فولت مثلا خلينا نفترض مثلا انت بذهنك عامل انه بدك ال10 فولت تعطيك 50 هرتز بدك الماتور يمشي على 50 هرتز و0 فولت بدك اياه يمشي على 25 هرتز. مش انت بتقدر تعمل هيك؟ وهذا كله بتبرمجه في داخل السيستم. فبتصير انت لما تحرك الان تحرك الفيربل فولتج تحرك هذا البوتنشوميتر بايدك من هون الفيربل فريكونسي درايف من وين باخذ الامر تبع سرعه المحرك؟ باخذه من هذا. بس انت هذا بتبرمجه كله. بدك افرض بدك انت سرعتين وهو بتقول له روح على السرعه هاي مره وعلى السرعه هاي مثلا في حاله ثانيه. يعني مثلا اعطيكم مثال، افرض عندي انا سيستم بدي اياه يمشي على السرعه الاولى هاي مثلا في 1 هون في حالات معينه. يعني افرض عندي خط انتاج ونفترض هون في فرن وفي تو مودز انت الفرن بتستعمل فيهم، مرات بدك السرعه تكون مثلا عاليه، مرات بدك السرعه تكون تتناسب مع 45 هرتز في هذا المود، وبدك احيانا السرعه تنزل ل 25 هرتز لسبب معين، ما بعرفش ايش هذا عندك، حسب يمكن طبيعه الماك الطعام اللي انت حاطه او الشيء اللي بدك تخبزه من هون، فبدك تعمل تو انبوتس لهذا السيستم، فبتيجي بتقول هذا الانبوت بتبرمجه على انه هذا هلا هون ديجيتال، لاحظوا هدول ديجيتال انبوتس الان. هذا بتبرمجه انه هو F1 وهذا بتبرمجه انه F2 ونفترض انه هدول الانبوتس تبعهم هم 0 و24. يعني لما يكون 24 فولت اللي داخل هون بتعتبره انه اون ترو وهذا بتعتبره انه فولس. بدك تقرا طبعا المانيوال وتشوف فاهمين الفكره هاي. يعني كانك هون كيف انتم بالبي ال سي لما بتعملوا بالبي ال سي مش بتدخلوا انبوتس واوتبوتس مرات بيكون الانبوت 0 و24. شو كانوا الانبوتس عندكم بالبي ال سي مثلا؟ 0 و24 فرضا دي سي. فانت لما بتعطيه هاي لما بتعطيه 24 بيعرف انه اف 1 هذه ترو وهاي بتخليها فولس مثلا. فبتصير اذا اعطيته اف 1 وكانت هاي ترو يعني شوفوا كيف رح تشبكه هلا انت من هون. رح تيجي تحط عند الاوبريتر تبع خط الانتاج هذا رح تحط سويتش اوبن هون وسويتش ثاني اوبن هون وهذا رح تحطه خلينا نقول هذا بسكوت بسكتس وهذا بريد. والبريد هي السرعة العالية والبسكتس هي السرعة الواطية، اوكي؟ البريد بدناش اياه يحمى كثير مثلا والبسكتس بدنا يمشي شوي شوي السرعة المنخفضة. هلا الاوبريتر شو بيجي بيعمل؟ سويتش بتقول له هلا لما بدك تحط خبز هناك تسكر الكبسة هاي، لما سكر الكبسة هاي شو دخل هون؟ 24 فولت. لما هلا انت جوا هون بتبرمج انه هاي اف 1 معروفة قيمتها جوا مش برا. فانت بتكون مبرمج في تيبل الان انه سويتش واحد هذا سويتش
رقم واحد 45 مش كانت هون 45 هرتز ما بين. فانت لما بتكبس الكبسه تبعت هذا الفيربال فريكونسي درايف بيعرف انه السرعه المطلوبه هي الموجوده بالتيبل هاي اللي بتتناسب مع سويتش 1 اللي هي 45 هرتز، فهي مبرمجه جوا. وبعدين لما يكون سويتش 2 هاي تعطيه 25، واذا بدك بتمنعه يكبس الكبستين بالغلط، فاذا اعطاك التنين كان اون ما بيطلعش شيء او بعطي الارم او شيء زي هيك. اوكي ماشي. هلا الفني شو بيعمل؟ بيكبس تبعت البريد البي ال سي، بحس انه هاي البي اف. وعلى فكره الفرق بين البي ال سي والدرايف عم بصغر وبصغر وبصغر، رح نوصل احنا مرحله بطل في شيء اسمه بي ال سي ودرايف، رح يجيك البي ال سي وهو في داخله مثلا 1 او 2 درايفز، وهذا موجود لان من سيمنز. تمام، سيمنز مثلا بعطيك بي ال سي او هو نفسه هذا بي ال سي في برمجه بتقدر تكتب انت هون كود. يعني انت اذا عارف مثلا ستيب 7 او ايش ما كانت اللغه تبعت سيمنز، يصير تكتب انت من هون وبصير هو يعطيك اللي هاي. قديش عملت دعايه لسيمنز هلا؟ فبصير عندنا هذا 45 و50، فبصير هو الفني هلا بشغل هاي بحطها من هون، انت بتكون برمج في الداخل، فبيمشي على 45 بيطفي بعدين هذا وبشغل هذا. هو ما بيعرف ايش اسمه 45 و5، بس هو في انبوت واوتبوت من هون. او مثلا بده هو يعمل سلو داون او ستوب مثلا او شيء بامكانك تبرمجهم هذول، انت بتبرمج هذول الانبوت وبتعملهم. ونفس الشيء بالنسبه للاوتبوت، افرض انت بدك معلومات عن الداخل من الداخل تطلعها، يعني اذا كان مثلا اوفر كرنت، اذا في عندي اوفر كرنت مثلا هون بدك يطلع لك، او انالوج اوتبوت. نفترض انت بدك انالوج اوتبوت يعطيك السبيد، السبيد الفعليه الاكتوال سبيد، اكتوال سبيد، وبدك اياها انالوج من 0 ل 10 فولت. بامكانك انت تبرمج هذا السيستم بحيث انه هذا الاوتبوت اللي هو اوتبوت مثلا 5 انالوج يعطيك السرعه الفعليه تبعت السيستم، وبعدين بتروح انت بتحطها مثلا على ديسبلاي او ال سي دي ديسبلاي وبتطلعها وبتعملها اي تو دي كونفرجن او شيء زي هيك. اذا هلا معظم السيستمز الحديثه البي اف درايز المحترمه الحديثه كله بصير فيها بروجرام بالانبوتس واوتبوتس، وبعضها بيكون ديجيتال بعضها بيكون انالوج، وفي انبوتس وفي اوتبوتس. اوكي، هاي فيتشر من الفيتشرز المهمه في المودرن درايفز.